الثأر مسلسل الدم والنار في قنا. سجلت محافظة قنا خلال عام 2016 20 خصومة ثأرية أسفرت عن 19 قتيلاً، منهم 3 عن طريق الخطأ، بجانب ضبط قوات الأمن ل 1852 قطعة سلاح منها أسلحة ثقيلة. كما أسفر العامي عن انتهاء 13 خصومة ثأرية بالمصالحة. هذا وقد أصدرت محاكم الجنايات في قنا أحكاماً تنوعت بين السجن لعدة سنوات والمؤبد والإعدام في قضايا ثأرية مختلفة نظرتها خلال 2016، بعضها حوادث من أعوام سابقة. وجاء من ضمن الأحكام صدور 10 أحكام بالإعدام ضد العديد من المتهمين. عدد سنوات السجن التي أصدرت في حق المتهمين وصلت إلى 392 سنة سجن، وجاءت تفاصيل الأحكام على الشكل التالي. في مركز دشنا 11 شخصاً صدر ضدهم حكم بالإعدام، وعشرة أشخاص صدر ضدهم حكم بالمؤبد، وثلاثة أشخاص صدر ضدهم حكم بعشر سنوات، وشخص واحد صدر ضده حكم بسبع سنوات. أما في مركز نجع حمادي شخص واحد صدر ضده حكم بالمؤبد، وتسعة عشر شخصاً صدر ضدهم حكم بالسجن عشر سنوات، منهم حكم مضاف عليه غرامة 20,000 جنيه، بجانب 14 شخصاً صدر ضدهم حكم بخمس سنوات. وفي بندر قنا صدر حكم بالإعدام ضد مدان واحد وحكم بالمؤبد ضد آخر. أما في مركز قوس فقد شهد صدور حكم بالمؤبد ضد اثنين وصدور حكم بخمسة عشر سنة سجن ضد اثنين آخرين. وختاماً شهد مركز قفط صدور حكم ضد اثنين بعشر سنوات سجن.